من 2014 إلى اليوم. تعال نشوف السنة دي بس حجم ملاحقة العمال واعتقالهم من المنازل وأماكن العام. وقعت القبض على عمال شركة كرياسي. شركة كرياسي لما العمال اعترضوا تم القبض على 9 من بيوتهم، وطبعا بعد ما الشركة قدمت بلاغات ضدهم. تم احتجاز العمال في اسم العبور 15 يوم بتهمة التظاهر بدون تصريح والدعوة للإضراب. ده كله ايه السبب فيه؟ انهم عملوا وقفة احتجاجية يوم في فبراير 24 علشان يطالبوا بتحسين رواتبهم، واللي يطالب بتحسين راتبه يعتقل ويتهان. تدخلات الأمنية لقمع الحراك العمالي. لجنة العدالة بتقول ان السلطات المصرية تعاملت مع الاحتجاجات العمالية بشكل أمني بحت قبل وبعد ثورة 2011. كل ده ساهم في تحجيم فاعلية وحراك العمال للدفاع عن مصالحهم. الأزمة الاقتصادية زادت زي ما حضراتكم عارفين، والعامل المصري أصبح أول ضحية للأزمة الاقتصادية، وده خلى العامل يحاول يحتج ويوصل صوته، وكان النتيجة إنه بيتم اعتقال. الدولة ما قدمتش أي حماية للعمال سوى قرارات غير ملزمة للشركات بتاعة القطاع الخاص بخصوص الحد الأدنى للأجور، ودي كانت قرارات غير ملزمة، قرارات يعني ما تستاهلش ثمن الحبر ولا الورق اللي اتكتبت عليه. حقيقة وضع العمال في مصر ممكن نشوفها من العمال نفسهم، أو نحاول نستطلعها من كلام العمال نفسهم، وده هتلاقيه مكتوب بشكل واضح على السوشيال ميديا. تعال نشوف صادق إبراهيم على السوشيال ميديا بيقول لك فرخة 220 جنيه، رز 25 جنيه، زيت 80 جنيه، سكر، ألبان، جبنة، بيض، بصل، فواتير، دلوس، إلخ. ممكن تقول لي كيف تقضي الشهر والدخل لا يكفي 10 أيام؟ ده سؤال من أحد العمال. نشوف تعبير من عامل آخر هو علي هاني، علي هاشم بيقول مين فين هو لسه في عمال وناس، احنا وصلنا الى مرحلة ما بعد العبودية من سيء الى اسوأ، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم جميعا، خربوا البلد. تعليق تاني او بوست كمان من سعيد باجيو بيقول واقع العمال هو مراية لواقع الاقتصاد المتهالك، وديون داخلية وخارجية محتاجة معجزة تتصلح حتى لو ساب الحكم. كله مشاريع وهمية لرفع الروح المعنوية، كله ضحك على الدقون، مش أكتر من كده. دي ثلاث نماذج بتعبر عن واقع العمال. تعال نروح لشركة مصر بني سويف للأسمنت، وهي بتعمل حاجة جديدة علشان تضيع حقوق العمال اللي ما بيحميهاش القانون ولا الدولة. بمناسبة عيد العمال أحمد سيد بيكتب لنا، أحمد سيد عباس بيكتب لنا بيقول بمناسبة عيد العمال شركة مصر بني سويف للأسمنت تجبر موظفيها على تعديل عقد العمل من مفتوح إلى عقد بسنة ومعاها استمارة 6 فصل وإقرار فاضي، يعني في ناس شغالة ليها أكتر من 23 سنة وفي النهاية بيعملوا معاهم كده. أرجو من السادة المحترمين أعضاء نقابة العمال والسادة المسؤولين اتخاذ اللازم لمنع فصل هؤلاء. يعني ايه؟ يعني حضرتك بتروح كان عندك عقد مفتوح، دلوقتي شركة مصر بني سويف للأسمنت بتقولك امضي العقد بسنة واحدة بس، وبتمضي على نفسك كمان انك ممكن اقرار فاضي، وبتمضي على نفسك ورق يوديك اصلا، يعني اذا رفضوك بكرة مالكش حق، ما تقدرش تروح تطالب باي حاجة، بينما في ناس في الشركة دي شغالة بقالها 23 سنة. طيب في عيد العمال تعال نشوف الواقع والحاجات اللي هم عايزينك تشوفها. يعني أنا عندي هنا فيديو عامل في حوار صحفي لإحدى الصحف بيقول لها إيه، أنا باخد 400 جنيه في الشهر. هم طبعا مش عايزينك تعرف كده، مش عايزين العامل يقول انه بياخد 400 جنيه، هم عايزين كل حد يطلع يقول الدنيا جميلة والوضع زي الفل، زي الفيلم بتاع محمد هنيدي لما كان رايح يسألهم عن أخبار رأس السنة معهم إيه، فالراجل يعني كان في فاكرين في بتاع المجرور ده
وبيقول له الدنيا حلوه وجميله، والراجل التاني اللي كان في السجن بيقول له الحاج صاحب البيت. فاكرين التريقه دي؟ ده اللي بيحصل دلوقتي في اعلام مصر بجد، مش تريقه. لازم تقول اللي هم عايزينه، بس الناس مش قادره. الناس بتعبر وبتقول اللي عايشه فيه بجد، زي الراجل ده. اسمع معايا كده. عندي العماره هنا سكه بشتغل هناك. تشتغل دواب في العماره؟ يعني تشتغل شغلتين، تقوم الصبح هنا بتشتغل في حي غرب مع العمال على الطريق وبداخل المناور، وبعد كده بتروح تكمل شغلك كحارس لعقار جوه البلد، صح كده؟ عندك اولاد؟ بس هما زي ما بيتكلموا بيقولوا البواب بياخد وبياخد، احنا بناخد 400 جنيه. مين اللي بيتكلم؟ كله بيتكلم. يعني لما بنتكلم في زياده لما بنتكلم في زياده بيقولوا هو ماسك عربيات وماسك عماره وماسك مش عارف ايه. وهم برضو بيمارسوا مهنتهم في محاولة إظهار إن الدنيا ربيع والجو بديع، قفلي على كل المواضيع، والعامل المصري أحسن من العامل الأمريكي، وبريطانيا بتحسدنا على قوانين العمل. ما أنت بتسمع الكلام ده في الحوارات اللي بتبقى في الاستديوهات وفيها ناس هم مختارينها، إنما لما بينزل الشارع الناس بتقول الحقائق. هو ما يقدرش يعمل برنامج زي اللي احنا عاملينه ده لأن الناس، أو يعمل اتصالات بجد لان الناس هتديله، يعني هتقول له الحقيقه، هيسمعوه زي ما بيسمعونا هنا كده وبتسمعوا معانا. لما نزل برضو الشارع ايه اللي حصل؟ عامل قال لهم انا باخد 1500 جنيه. فالست الصحفيه قالت له ايه؟ قالت له اسكت انت بوظت لي الدنيا. يعني ايه بوظت لي الدنيا؟ انا اصلا جايه عشان اعمل شغل بيقول البلد تمام والعمال المطحونين اللي طلعان عينهم مبسوطين، فانا جايه تقول لي كلمتين زي دول علشان ناخد لك صوره وفيديو وبتاع. فالراجل قال لها انا باخد 1500 جنيه. فقالت له ايه ده؟ طب وصلت لي الدنيا، مش ده اللي انا جاي علشان. شوف معايا. طيب عاوز اخلي العمال بالفلوس المرتب بتاعي هيعمل ايه يعني؟ ايوه يا عم اسكت يا عم. ما احنا شايفين وبنقول ان هم بيتعبوا وبيشقوا، ورفقا بيهم ان دول عمال مصر الشقيانين اللي محتاجين ان احنا نرقف بحالهم. يعني هي دي حياتهم اللي موجوده. طب انا باخد 1500 جنيه انت بوظت لي الدنيا. عامل فواعلي بيقول لها، بيقول للصحفي ولا الصحفيه احنا مش لاقيين شغل وحياتنا صعبه. والست المراسله بتحاول تسكته. ليه؟ لان هي مش نازله علشان تسمع هو عايز يقول ايه، ولا عايز يشتكي من ايه، ولا عايز يحكي في ايه. هي نازله علشان تجيب كلمتين حلوين تحطهم في البروجرام بتاعها او الحوار بتاعها، وكل عام وانتم بخير، علشان الباشا الكبير اللي هي شغاله تحت ايده ويرضى عنها، وعلشان تاخد مكافاه. انما انها توصل صوت الناس بجد ده يزعلهم، فاحنا هنوصل صوت الناس بجد. طيب انت دلوقتي بتبداوا يومكم الساعه كام؟ والله احنا على الله، يعني يوم فيه يوم مفيش، و10 لا مفيش. لما تشغل وقت لما تشغل حاجه تمام. انا رايح شغل، انا بخش القعده دي. انت العمال اللي رايحين من العمال اللي بيجوا من محافظات مختلفه بيكونوا موجودين هنا؟ انت لسه هتقول وتحكي وتقول الدنيا فيها ايه؟ لا لا لا، كفاية تقول كلمتين ونقول لك تمام ونسيبك ونمشي ونشوف حد تاني عشان يقول لنا الكلام اللي احنا عايزين نسمعه.